تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى السامي بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سموه أن ميثاق العمل الوطني يعد تجسيدا واضحا لإرادة شعب مملكة البحرين لمشروع جلالته الإصلاحي وبداية عهد زاهر للمملكة ونهضة تنموية شاملة في مسيرة البناء والتقدم والازدهار تحت راية جلالته حفظه الله ورعاه سائلا المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه الوطنيه على جلالته بموفور الصحه والعافيه ويحفظ جلالته ذخرا وعزا لمملكه البحرين وشعبها الوفي وقائدا حكيما لمسيرتها التنمويه والحضاريه الزاخره بالانجازات المشرفه بفضل الرؤيه السديده لجلالته حفظه الله ورعاه